على هامش استعدادات عودة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، العين الإخبارية كانت على موعد مع مريان خوري المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي لتكشف لنا ما هو جديد حول المهرجان وكيف انضمت لمجموعة العمل. الكلام ابتدى تقريبا قبل مهرجان كان كده، وبعدين كان في شوية نقاشات، ويعني شفنا لو أفكارنا متقاربة. يعني حصل حماس كبير وتشجيع كبير من الإدارة عشان تنفذ بعض الأفكار، يعني اللي ليها دعوة بجذب الجمهور وليها دعوة بالصناعة السينما وليها دعوة بالمشروع الجديد. البرنامج ده بيبقى حاجة صعبة جدا، لأنه لازم في توازنات بتتعمل. أولا لازم تغطي بلدان كتير، لازم تغطي أسماء مخضرمة وأسماء شابة. وكشفت ماريان عن تفاصيل مشاركة فيلم المخرج مارتن سكورسيزي. احنا بقالنا تقريبا شهر بنحاول، لأنه الفيلم ده إنتاج منصة مهمة جدا، أبل في أمريكا، وهم ما كانوش عايزين أنه الفيلم ده يتعرض في السينما. ولكن النهاردة الصبح أنا اللي جالي الخبر على الواتساب أنه أخيرا الشركة اللي بتوزعه قدرت تحصل على الموافقة من الشركة الأمريكية أن احنا نعرض الفيلم، فده خبر كبير. ماريان أجابت أيضا عن سبب صعوبة حضور النجوم الأمريكان للمهرجان. بالنسبة لأمريكا في صعوبة شديدة، لأنه أمريكا فيها إضرابات شديدة جدا، وهم ما بيسافروش. يعني حتى راحوا مهرجان لندن يدوبك وقفوا دقيقة على السجادة الحمراء وكل الناس انسحبت. حتى الممثلين الأوروبيين زي ليا سيدو اللي بتشتغل مع أمريكان، هي برضو مش عايزة تيجي، يعني عشان مش عايزة انها تخالف الـ 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 الحاجات اللي هم مقررينها. فده حاجة مهمة جدا، الاضرابات اللي حصلة منع ناس كتير جدا امريكان تيجي. وطبعا كيلرز اوف ذا فلاور مون، المخرج سكورسيزي والممثلين امريكان ما اعتقدش انهم هيقدروا يجوا.